تعزيز العلاقات يتطلب أجيالاً متعاقبة، لكننا وكونكم شركاءنا في رحلة التميز حققنا كل هذا في 10 سنوات فقط. قصة بنك صحار تحكي مسيرة إنجازات متميزة، حيث الرؤية تحدد ملامح العمل والاجتهاد ينال التقدير، والشفافية تعزز قيم النزاهة، والتفاني يدفع بعجلة النمو، والالتزام يشجع على المسؤولية، والتميز يعجل بخطط التوسع، والتمسك بالعقيدة يلهم للتطور، والاستراتيجية ترتقي بالأداء، والجودة ترسي المعايير، والطموح يحفز للابتكار. إنها 10 سنوات من الإنجاز، ولكن مسيرة رحلتنا معك قد بدأت للتو.